هي شخصية اسمها سالي، يعني هي لايت كوميدي وفيها رومانسي شوية وطيبة جدا وعارفة ساذجة، يعني معنى كلمة ساذجة يعني. ويا رب يعني تعجبكم. تكلمي عن تعاونك مع السبكي. انا مبسوطه جدا ان انا اتعاملت مع السبكي لان انا دي اول حاجه اتعامل معاها، ومبسوطه جدا ان هم كمان يعني امنوا بيا وعايزين يعني جابوني مع نجم برضو كبير زي حسن ونجوم كبار تانيين زي ماجد المصري وحسن حسني وكلهم، فاكيد يعني هبقى مبسوطه ويعني بقول لهم شكرا جدا. رايك في الكواليس مع حسن ربات؟ مبسوطه جدا لان حسن اصلا حاسه ان هو يعني انا هو نجم، بس انت تشوفه من قريب يعني تعرف ان هو لذيذ جدا ويعني عارفه بيقعد يساعدك قوي كده في اللوكيشن، وحتى هو قال لي انا دورك ده بالذات يعني انا بعتبره كدوري، فبيقعد كان بيساعدني جدا جدا، وهو الانرجي بتاعته حلوه قوي في اللوكيشن، بيقعد يضحكنا وشاطر جدا، بيقعد يركز في الديتيلز وكده، فكان ما شاء الله يعني. حضرين الفتره اللي جايه دلوقتي بعمل فيلم اسمه بني ادم مع استاذ احمد نادر جلال مع الفنان يوسف الشريف ونجوم كبار تانيين معاه. لا مش عارفه اقول دوري، لسه بصور وانا لسه جاي من هناك على فكره. النهارده اول يوم. طب النهارده كان اول يوم تصوير؟ لا ليا انا، هو بقالهم 3 ايام. تمام. طبعا مشاركتك مع يوسف الشريف، يوسف الشريف يعني راجع للسينما بقالي جامد. مشاركتك ازاي بقى؟ انا شايفه الفيلم ده ان شاء الله هيبقى مفاجاه جدا للناس كلها. تمام. طب هو الفيلم عامه بيدور في اطار ايه؟ لا مش هقدر اتكلم عن الفيلم. لا يعني قصدي في اطار ايه انساني؟ هل مسلسل سك على اخواتك اللي هيكون مع علي ربيع هو نفس تيمة سك على بناتك المسرحية بتاعت الفنان الكبير فؤاد المهندس؟ لا لا خالص، هو مسلسل كوميدي وللعيلة يعني. لا طبعا النجاح مستمر عشان احنا مستمرين وبنرجع في الاعياد وبنرجع في، فانا حاسه لا، وجماهيرية محمد رمضان ما شاء الله يعني، ما يعني ما انا عايزه اقول له، هو برضو يعتبر ان هو والدي، فانا عايزه اقول له مبروك عليه، وانا اتفرجت عليه واتفرجت معاه اصلا، دخلت معاه اتفرجت في السينما عليه، وعايزه اقول له مبروك. حاضرين ايه النهارده؟ سك على اخواتك مع علي ربيع وايوب مع مصطفى شعبان ان شاء الله. هل بالفعل هتقوم بتجسيد شخصيه الفنانه الكبيره نجلاء فتحي في مسلسل؟ انا شفت في انترفيو او حاجه كده نزلت على النت كامل كله غلط، انا ما عملتش اصلا مع كله غلط، كله غلط يعني، مش انا اللي اتكلمت، حتى طريقه الكلام مش انا اللي بتكلم، مش بتكلم بالطريقه دي خالص، لا الكلام ده كله مش صح، وانا اتصدمت الصراحه لما قريت البتاع، كل الانترفيو متزور، فيعني حاجه غريبه والله.